اهلا بيكم في الحلقه الثالثه من اسكيدي، وبسجلها الان من مطار دبي الدولي. اهلا بيك يا غالي، اسمك ايه؟ اهلا فيك دكتور احمد، انا اسمي محمد صمار. اهلا بيك يا محمد، بيقولوا كده منين عشان ابقى عارف بيكلموني منين. طيب ايه جميل السمات اللي انت عايز تضيفها لحياتك ان شاء الله مع دخول العام الجديد 2020؟ عندي ثلاث سمات حابب يكون معي في سنه 2020. السمة الأولى البديهة وسريع الفهم، السمة الثانية فصيح الكلام بحيث أستخدم البلاغة في الكلام وأراعي بنفس الوقت البساطة والوضوح، السمة الثالثة أني أكون إنسان منظم وملتزم. الله عليك يا جماعة، والله العظيم أنتم ملهمين، يعني الحمد لله الفكرة دي هتساعد شباب كتير يبقوا شايفين سمات مختلفة لأكثر من شخص عشان تديلكوا أفكار رائعة. حلو جدا سماتك ما شاء الله، سرعة البديهة، 2 الفصاحة في الكلام، 3 ازاي يكون منظم تنظيم دقيق. يعني عايز اقولك انت اخترت حاجات، عارف من اقوى ادعية سيدنا موسى، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فسرعة البداهة والانتباه والوعي العالي زائد فصاحة القول ان شاء الله هتخليك يعني في أي عمل أنت بتعمله وفي حياتك بصفة عامة وفي علاقاتك مع الآخرين هتبقى دايماً بتكتسب ناس إيجابيين وبتعرف تحقق اللي أنت عايزه. لأنه دي معلومة قلتها كتير في كورسات خصوصاً التعاملات مع الناس أو كلام العلاقات، إن 93 أو 95% من حياتنا تعاملات. أنتم متخيلين حياتنا كلها تعاملات، وإحنا للأسف بنلخبط التعاملات لما نكون ما عندناش سرعة بديهة وما عندناش طلاقة في الكلام. في ناس كده كلامهم دفش كده، يقول الكلمة تلاقي نفسك اتقفلت، حتى لو كنت ناوي تصلحه تتقفل وتنوي تعمل حريقة معاه. طيب عندك أي سؤال يا جميل؟ عندي دكتور إلك سؤال كثير مهم وحابب أعرف إجابته، إنه أنا إنسان درست هندسة مدنية لمدة 5 سنوات وجديد تخرجت، فبعد ما خلصت اكتشفت انه هذا المجال مش تخصصي ولا مجالي، ما عندي شغف فيه، لكن دخلت التخصص بناء على رغبة الاهل والمعدل. فحاليا اكتشفت انه عندي ميول لمجال ادارة الموارد البشرية، ولكن بسبب ضغط الاهل والبيئة والظروف والاصدقاء عم بحس انه ما في تقبل للموضوع، وفي عندي حالة من الندم انه تخصص 5 سنين أدرس وكيف أتركه بهالسهولة، فمش عارف كيف أتصرف بهيك حالة. شكراً لك دكتور. طيب بص، هو سؤالك مهم قوي ويمكن بيمس قاعدة كبيرة جداً من الشباب الصغير. أول حاجة أنا عايز أقولك إن أنا من فضل الله سبحانه وتعالى ما ينفعش أنا أكون حاسس بندم لأي قرار أنا أخده، لأن مفيش حاجة في الحياة اسمها صح وغلط. قراراتنا كلها بتخلينا ننتبه ان انا كنت ماشي في طريق، الطريق ده هيوصلني او الطريق ده مش هو، فهيخليني اكتسب حاجات معينة عشان انتقل لحاجة تانية. فكده كده كل اللي بيحصل خير، يعني الله سبحانه وتعالى مبرمج الكون عشان كل التفاصيل اللي بتحصل فيه هي خير لينا لو بصنا لها من منظور ايجابي مش من منظور سلبي. نيجي لنقطة تانية مهمة بقى، موضوع التخصص. عايز اقول لكم معلومة، ان فترة من الفترات كان في حاجة اسمها كليات القمة، اللي هي كانت الكليات اللي الناس محتاجينها في الحياة، زي كليات الطب، الصيدلة، والكليات الكبيرة. دلوقتي مع تطور العلم والتكنولوجي واستحداث وظائف كتير، عايز أقول لكم الآن شكل خريطة التعليم بتتغير، وبالتالي كليات القمة الآن حاجة اسمها الـ AI أو الذكاء الصناعي، اللي شغال في البرمجة للروبوتات واللي شغال في السيرفرات الضخمة والحاجات الكبيرة بتاعت البيج داتا للإنترنت، بيتخطفوا بياخدوا ملايين الدولارات كمرتب سنوي، لأن هو ده الشغل أو الحاجة اللي العالم محتاجها الفترة الجاية. كذلك الإدارة للنفس وعلم النفس، يعني علم النفس في المرحلة الحالية يعتبر من كليات القمة العالية، لأن الناس أصبحوا مع التكنولوجيا للأسف في قمة الألم والتعاسة، المعاناة، نسب الانتحار زادت جدا، فأصبح علم النفس لوزنه ولو ثقله. وبالتالي أنا مهم أعمل إيه بقى؟ ما وصلش، أنا بقول كلام للي بيسمعني من الشباب وهقول كلام لمحمد بعد شوي.
انا ما ينفعش اتغر بالدرجه اللي خدتها وابقى عايز اخد كليات قمم بتاعت زمان. دلوقتي في كميه اطباء وصيادله وهندسين بقوا متخرجين وبقوا يعني مع احترامي كلهم ليهم جميعا بقوا كتير جدا قدام سوق العمل النهارده. مهم، وده كلام لمحمد بقى وكلام لبقيه الشباب، مهم قبل ما اقول لا انا ما عدتش بحبها يبقى انا هحب كذا واحب كذا، هتقعد تجرب تاني سنين يا محمد؟ لا، مهم الاول تعرف ايه القيم العليا اللي عندك. دي الخطوات المهمه اللي تعرف بيها انت هتمشي بانهي تراك. مهم تعرف القيم العليا اللي عندك الاول، وبناء على القيم العليا تبدا تشوف ايه التخصص او المجال اللي هتعمله في الشغل اللي هتشبع فيه هذه القيم وهتنفقها على البشر. لما تعرف كده ان شاء الله هتمسك التراك صح. عندك حاجتين، انا عامل متكلم شويه عن موضوع القيم والاسماء الحسنى في محاضره مجانيه اسمها كن انت المشروع، موجوده على اليوتيوب مدتها 3 ساعات وربع، اسمعها بروقان هتشرب جزء مهم. وبتكلم بالتفصيل بقى بقوه عن القيم العليا في الحياه وازاي تحدد رسالتك في كورس مكثف اسمه اختراق المجال الطاقي، هو لسه الان مش في الاكاديميه بس هينزل قريبا ان شاء الله، وحتى احتمال لان ناس عايزينه بسرعه فاحتمال ننزله النسخه المسجله على مركز النعيم لغايه ما سجلها في الاكاديميه عشان الناس تستفيد لغايه ما ينزل، واللي خدها هيشوف ده ان شاء الله بعد كده باذن الله. ربنا يوفقك يا رب، احييك، شد حيلك، اقعد مع نفسك. نصيحتي ليك بقى دلوقتي، انت الان دارس هندسه، ابدا في الشغل اللي انت بتعمله اشتغل وخلي عندك مصدر رزق في الهندسه لان ده اللي انت فاهمه واللي انت دارسه. وفي اوقات فراغك ابدا جرب المجال التاني، لما تلاقي المجال التاني بدات تكسب فيه فلوس وبدا يمسك التراك وبدات تكسب، سيب دي واشتغل في دي، لكن اوعى توقف دي وانت لسه ما تعرفش. ممكن تخش تجرب وتكتشف ان مش هو ده فتبقى وقفت الاثنين، وده خطا فانتبه. ربنا يحميك يا رب يوفقك، ويقول كده دايما اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. اراك بالف خير.